عن العملات إذا لنلقي نظرة عن العملات الرئيسية. أولا أرقام إذا التضخم البريطانية، كيف منذ قليل صدرت أرقام التضخم البريطانية وعلى أساس سنوي نمت بنحو 2% في مايو وهو مطابق للتوقعات وهو عند أدنى مستوى في 3 سنوات. التضخم وصل في ذروته إلى ما فوق 11% في أكتوبر 2022 وبدأ بالتراجع منذ ذلك الحين كما تلاحظون على الرسم البياني. ولكن كيف كان أداء أو تفاعل الجنيه الاسترليني مع أرقام التضخم هذه التي صدرت منذ قليل؟ إذن الجنيه الاسترليني يسجل ارتفاعات طفيفة جدا مقابل الدولار، ولكنه كان سجل تراجعات بعد صدور هذه البيانات في الدقائق الأولى. اليورو أيضا على شبه استقرار مقابل الدولار، ولكن كان يتعرض للضغط بعد أن أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن انتخابات برلمانية فرنسية مفاجئة. وأيضا طبعا الدولار ين هو زوج نتابعه منذ فترة وهو حاليا عن 157.78 تقريبا، قريب ليس بعيد جدا عن أدنى مستوياته في 6 أسابيع.